السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم محمد بن روس رحب فيكم في برنامج صوت الجماهير اللي يطلع عليكم كل يوم اثنين الساعة تسعة مساء عبر قناة كويت الرياضية هذا البرنامج اللي نناقش ونحلل فيه أهم مواضيع كرة القدم العالمية والأوروبية وأيضا العربية رحب فيكم ونرحب أيضا في رواد هذا البرنامج محمد راشد العتيبي مساك الله بالخير وحياك الله بنسيك هنا بنسيك بالنور يا محمد وامسي على اخوي خليفه وعلى ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا اليوم الكابتن محمد بلوشي من سلطنه عمان وباذن الله بين اخوانك ودائما كنت ضيف دائم معنا في خلال صوت الجماهير وباذن الله هذا مكانك وتنورنا اليوم <applause> حياك الله يا أبراش ابو راشد لا تسبقني على التعريف انا خليفه الفضلي مساك الله بالخير وحياك الله الله يحييك اخوي محمد احب امسي عليك وعلى اخوي محمد راشد وكابتن محمد البلوشي حياك الله الساعه المباركه وان شاء الله بدنا نقدم حلقه جميله للمشاهدين. الكابتن محمد البلوشي المدرب العماني اللي درب في نادي سبريتو سانتو البرازيلي سابقا وايضا نادي النصر العماني وايضا منتخب شباب اليمن مساك الله بالخير وحياك الله في ديرتك الكويت وايضا في برنامج صوت الجماهير على تلفزيون دوله الكويت الله يمسيك بالنور وانا سعيد جدا بتواجدي معكم وخاصه خليفه موجود عشان يعني احنا بفارين شوي <applause> وايضا انا من محبين يوفنتوس بشكل يعني مانشستر ما لا مانشستر ترى <applause> سوينا بعد 99 اعطيهم لاعبين بعد 99 لا لا احنا اللي خربناها معاهم صراحه في نهايه 99 منورنا ومشرفنا يا كابتن محمد البلوشي احنا نعتز فيك وهذه مو اول ظهور لك معنا احنا في استديو الجماهير سابقا في 2019 على مثل هذه الشاشه شرفتنا يا كابتن واحنا دائما للامانه نسعد باستضافه القامات من امثالكم مدربين لهم تاثير ولهم بصمه واول مدرب قد يكون <applause> عربي درب في نادي برازيل للامانه هذا شيء نفخر فيه يا كابتن محمد البلوشي في بدايه الامر خليفه نبي ندخل على الدوري اللي تحول من دوري سعودي ودوري عربي الى دوري عالمي وشد انظار المتابعين من جميع انحاء العالم وهذا الدوري التنافسي اللي فيه عاليه فريقك الاتحاد متصدر ويقدم مستويات جدا ملفته فاز على الشباب في مباراه دراماتيكيه كان فيها اكشن اضاعه بلنتي للشباب ومن ثم دقائق اخر الدقائق يسجل الاتحاد هدف الفوز حدثني عن هذه المباراه واكيد انها مباراه جدا مهمه توقع خليفه في صراع الصداره وفي صراع تحقيق اللقب هذا الموسم اول شيء الحمد لله على الفوز محمد الامانه المباراه كانت صعبه جدا لما تتكلم عن فريق كان داخل مباراه مهمه جدا ومفصليه مع خصم مباشر بعد الخروج امام الهلال وبعد لعب 120 دقيقه في 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 مسابقه الكاس صراحه كان يعني فوز مهما كانت الطريقه ولكن بالنسبه لي الاهم من هذا كله نعم. نتكلم عن تحقيق النقاط الثلاث ظروف صعبه عاشها الفريق على المستوى البدني تتكلم محمد لما لما الفريق يقدم لك اول اول تقريبا 25 دقيقه كان الفريق ممتاز جدا على مستوى بناء اللعب على مستوى الشكل الهجومي ولكن الفارق البدني او الفوارق البدنيه بدات تتضح تدريجيا من بعد ال 25 دقيقه واضح كان مباراه الهلال انهكت الفريق صراحه على الجانب البدني لاعبين كبار ما كانوا في مستوياتهم الشباب الامانه تفوق في غالب مجريات المباراه الظروف يمكن في المباراه كانت تحتم ان الفوز يكون بهذه الطريقه نعم. نونو سانتو صراحة يمكن بالنسبة لي أنا ما ألومه في هذه المباراة لأن مثل ما قلت لك أن غير المجهود البدني الوضع النفسي للفريق م. لما تتكلم أن هدف ديفليكشن أمام الهلال من القائد أحمد حجازي اللاعبين شافوا نفسهم قدموا مباراه كبيره ما كانوا محظوظين على مستوى اللمسه الاخيره نعم. الجانب النفسي كان فارق جدا في هذه المباراه فالعمل العظيم اللي سواه نونو سانتو اخرج اللاعبين من اجواء هذه هذه المباراه او الخساره وبين لهم ان يعني امل الثلاثيه انتهى ولكن الدوري لا زال موجود وهو الامل المنتظر من سنوات طويله لجماهير الاتحاد على مستوى اللاعبين محمد يمكن ما شفنا تميز اللاعبين المعتاد يعني ما شفنا تميز مثلا كورنادو ما شفنا تميز احمد حجاز وشراحيل اللي, اللي عليهم علامات استفهام نعم السؤال, السؤال, خليفه ان احمد حجازي في المباراتين يمكن يعني مباراه الهلال تسبب هدف ومباراه قد يكون الشباب تسبب بلنتي يعني احمد حجازي اتوقع انه قائد في خط الدفاع مدى تاثير هذه الاخطاء اللي قاعد محمد هي شوف ما اقدر اقول لك حظ ولا اقدر اقول لك سوء توفيق بالنهايه انت عندك موسم كامل م. فيه صعود فيه هبوط لا بد ان اللاعب بالنهايه بشر وممكن انه يدخل في في خانه هبوط ومستوى في اي من اوقات المباراه طيب عاد وجهه نظري خليفه شفت ركله جزاء يحسبه على احمد حجازي اتوقع انها غير صحيحه محمد شوف محمد بسبب قرب المسافه يعني يد اللاعب جدا قريبه كانت يعني ما كان يقدر يتجاوز صحيح ولكن التحكيم محمد يعني اذا دخلنا في خانه التحكيم راح يمكن نتعب اليوم لان في امور كثيره للطرفين كانت واضحه في المباراه لكن انا بالنسبه لي في مؤشرات ايجابيه في المباراه يعني صراحه مثلا قروهي واللي قاعد يقدمه قروهي اللي بالنسبه لي افضل حارس تاريخ الدوري السعودي صراحه اللي قاعد يسوي الفرص الكبيره اللي شالها اثبت لك يعني وبنفس الوقت انا ما اقدر امشيها ترى هذه يعني شوي محمد الدعيه بالنسبه لي اسطوري يعني على عيني وراسي على عيني وراسي الدعيه لكن انا بالنسبه لي قاعد اتكلم لكن لما تتكلم من محمد هذا شيء ممكن يدخلك في أه لحظه من, من من, التفكير ان من راح يكون بعد قروهي بالنسبه للاتحاد يعني صعب جدا صراحه تلاقي له بديل هذا اول نقطه ثاني نقطه تتكلم حتى على مستوى اللاعب مدلل عليان الظهير الايمن اللي بالبدايه كان محل نقد كبير نعم. عند جماهير الاتحاد وكان في صعوبه انه ممكن يعوض مهند الشنقيطي لكنه قاعد يقدم اداء جيد تتكلم ايضا في عن جزئيه معينه اللي هي طرد زكريا هوساوي المتهور جدا صراحه م. لاعب صغير بالعمر ممكن هذا العقوبه اللي جتها من نادي من الاتحاد شخصيا ومن من الرابطه راح تكون درس كبير له بالنهايه الصاطي حسمها ببننكا بطريقه رائعه وروقان على الاخر في اخر دقيقه صراحه يعني صدنا فيها جماهير الجوهره كلهم كانوا موجودين الاجواء كانت خرافيه باحتفال نونو سانتو الحمد لله على الفوز شنو الرعب بالموضوع ان ركله الجزاء اللي نفذها حمد الله نفذها قبل لاعب الشباب بوبينزا وما توفق <applause> فيه المشكله هو جرأة قويه شوف, شوف, إن شوف المشكله, انه صار في خلاف او في حديث ان بوبنزا نعم. بوبينزا يمكن اخذ الكره من جوانك لان هو متخصص في ركله الجزاء ولكن يمكن اللاعب راهن على مساله خداع قروهي لان لاعب يشوف في من مباراتين ممكن يصيده صح. ولكن الطريقه اللي تعامل فيها الدكتور مع قروهي يعني ماساويه جدا. محمد انا على عجاله بس نعم. والله يعني انا احب اشيد في نادي الشباب مم. وفي سنتي مورينو نعم. آه على اللي قدموه آه امام الاتحاد، يعني احنا نشوف فريق سيطر على المباراه بشكل كامل 64% استحواذه سدد 22 تسديده ومثل ما قال خليفه قروهي قدم مباراه اسطوريه عمل كل شيء في المباريات في المباراه تشكيلته كانت مناسبه اداء لاعبين في في تحركاتهم وتبادل المراكز كان خيالي مباراه كانت قريبه لكن بوبنز بصراحه دمر طموحاتهم ودمر حتى ممكن يعني فرصه تحقيق لقب تحقيق لقب دوري غائب عن نادي الشباب من فترات طويله كانت هذه لحظه مناسبه انك تحسم الدوري لأن لو مسجلين الشباب البلنتي اللي قبل بلنتي الاتحاد بدقائق لو مسجلين ممكن السيناريو يختلف حتى سيناريو الدوري كان راح يتغير صحيح والشباب كان منافس الى فتره اخيرا الامانه لهذه المباراه غيرت من وضعيه آه يمكن الصداره وايضا آه ريحت الاتحاد لانها كانت مباراه من المباريات المفصليه لتحقيق آه لقب الدوري واكيد ان الشباب منافس جدا اتوقع الموسم القادم محمد فرصتهم جدا قويه لتحقيق طبعا القادم. هو شوف الحين محمد الشباب تدرج صار له ثلاث مواسم احنا كل سنة نشوف الشباب في مرتبة اعلى حاليا في اخر ثلاث مواسم دائما ضمن الاربعة الكبار صحيح ودائما اداء بس و... لا يشتري الهلال منهم لاعب منافس <applause> لا لا ما يتاثر الجميل انه في نادي الشباب ما يتاثر لا شو ما يتاثر السنة اللي طافت بس انتقل قالوا الفترة كلها تروب صار هو يعني حتى على مستوى التهديف خليفة شوف هو بالعكس بعد قالوا وقدموا مستوى قدموا مستوى بالعكس حظوظ الفريق قلت من بعد خروج هو قالوا انتقل نص الموسم اي بالضبط وقبلها بموسم كذا. كان منافس في اخر اللحظات مع نادي الهلال. نعم اذا هذا حديثنا عن نادي الشباب وايضا نادي الاتحاد من الجانب الدوري ولكن الحديث على جانب دوري ابطال اسيا. انا قبل لا اتطرق للحديث للامانه انا سعدت في الايام السابقه في التواجد في الرياض مع اشقائي وايضا حضور مباراه الهلال واوراوا وسعدت وتشرفت بالدعوه الكريمه من الامير فيصل بن يزيد ال سعود وايضا بتشريف الاخ الغالي الامير فهد بن مشاري ال سعود شكرا لكرم الضيافه وكرم الاخلاق لامانه فيصل بن يزيد مشجع هلالي محمد الى ابعد درجه لو تسمع يحلل تحس انه يعني فعلا متابع وبدقه سواء المسائل الاداريه او المسائل الفنيه أمانة ما شاء الله تبارك الله تحياتنا لسمو الامير عبد الجودة الكويت واشكرك على هذه الضيافه وبالتوفيق لمعشوقكم نادي الهلال نبي نتطرق محمد آه لمباراه آه الهلال وايضا أورا ابدا مع الكابتن محمد البلوشي عن هذه آه المباراه الهلال عودنا في مباريات اسيا ان يقدم اداء ملفت للنظر Uh, الهلال دائما في ضد المباريات الكبيره او ضد الفرق الكبيره يقدم مباريات مميزه هذه المباراه كانت يعني مباراه خيبه امل نوعا ما لجانب الجماهير الهلاليه حضروا وازروا وشجعوا من وقت مبكر ولكن النتيجه ابدا مو ايجابيه بالاخص كابتن الدوري آسيا في نظام مفضلية الهدف لا زال وفي اياب فصفر صفر قد تكون لصالح آه نادي وراوا وياخذ البطوله وياخذ الكاس فصعبوا المهمه على انفسهم بالاخص في اخر الدقائق طرد سالم الدوسري والهدف اللي جاء من خطا آه فردي كابتن محمد البلوشي المدرب ما شاء الله درب في البرازيل نبي تكلمنا عن هذه المباراه فنيا ووجهه نظرك اللي حصل فيها. شوف آه بشكل عام الهلال آه تفاصيل صغيره خلت المباراه والنتيجه ما تكون اوكي. نعم. الهلال كان افضل في المباراه. لو تتابع الشوط الاول الهلال تراجع شوي في الشوط الثاني في بدايات الشوط الثاني. لما استقبل هدف ما ما, ما فقد اتزانه الهلال حتى بعد الطرد الان ايش يفكر الهلال المفروض عمون دياز يفكر كيف يبني على النتيجه يبني ما على النتيجه فقط على ما حدث ما حدث بعد الطرد انت لو تلاحظ الهلال بعد الطرد كان ضاغط وفرض شخصيته بعشر لاعبين على الفريق الياباني صحيح الفريق الياباني كان مهزوز نفسيا الفريق الياباني كان المفروض هذه كانت فرصه تاريخيه الهلال بلاعبين اقل شفت كلامك كابتن اضيف عليه انا حضرت المؤتمر الصحفي ما بعد المباراه مدرب اوراوا قال ان اول 20 دقيقه لم نكن اوراوا ريتسا احنا كنا ضايعين في هذه المباراه بسبب قوه الجماهير صعوبه المباراه وصعوبه الخصم هاي في الهلال في الهلال لعب يعني مباراه كبيره صحيح انت تقول اوكي ما الناس تقول النتيجه واحد واحد وصعبه بتكون في اليابان لكن بناء انت لازم تبني نفسيا كمدرب ولاعبين تبني نفسيا على ايش انت كيف نهيت المباراه صحيح انت نهيت المباراه بعشر لاعبين ممكن تضاغط وكان ممكن حتى فرصه ماريجا اللي صحيح. عرض الكره لو كان في مهاجم هناك كان ممكن تخلص 2 واحد صح. هي لا كانت تسديده ولا ايوه المهم جات الكره في صح. الموقع لو كان في لاعب هناك كان ممكن يعني صحيح. ايضا الضغط اللي سواه هلال بعشر لاعبين فنفسيا هلال متفوق على الاورا والياباني صحيح فانت لازم تبني الان ايش تسوي المباراه الجايه تاخذ الدقائق العشر الاخيره تخليها سلاح نفسي وايضا تبني طريقه لعب عليها. غياب سالم كثير مؤثر صحيح. اكيد طبعا لاعب يعني لاعب ممتق... احسن لاعبين في الهلال، لكن ايضا يملك ادوات كثيره صحيح يعني عنده حلول هجوميه رايك عنده بدخول دياز لهذه المباراه باختياره ثلاث محترفين اللي هم ماريجا وايجالو وميشيل بالنسبه لك؟ ميشيل ميشيل بوائد مهم لانك انت تحتاج دائما شوف ليش الحين لو تشوف ارسنال مثلا نعطيك مثال مارتينيلي مارتينيلي ايش الميزه؟ الميزه انك انت صعب يعني توقف هنا لاعب يرهقك كمدافع ميشيل نفس الشيء يعني ميشيل عنده مهاره رائعه جدا صح. انا اثق في كثير ترى في رامون دياز وعكس كثير ناس يعني رامون دياز انا اعرفه زين وكان مرشح للمنتخب الارجنتيني وصارت قصصه ممكن نحكيها بعد بعدين يعني مع آه محاور اخرى نعم آه انا اشوف الهلال ممكن يعني قادر قادر يفوز كم تعطيها نسبه المباراه الجايه ما بين الهلال والاوروبي. اللي شفته في المباراه الماضيه أيه؟ اعطيه 60 هلال في ملعب اوروبا. 60 للهلال. 60 ممتاز ملعب نسبه ملعب جدا ممتازه يعني اكثر متفائلين اتوقع من جماهير الهلال ما يضع هذه النسبه ولكن وجهه نظرك فنيه وانا بنتقل لمحمد راشد المشجع الهلالي والمحلل الفني في صوت الجماهير. حديثنا عن نادي الهلال وجمهور الهلال ينتظر منك يا محمد حديث عن هذه المباراه لانهم حيل اثرت فيهم نفسيا لانهم كانوا يبون نتيجه يعني ما اقول لك انه تحسمها من مباراه الذهاب ولكن نتيجه تعطيك دفعه للأيام. غير نتيجه واحد واحد شوف محمد احنا لو نتطرق للمباراه اه في عده جوانب يعني احنا ما قبل المباراه هي البدايه اولا التحضير لهذه المباراه التحضير انا اشوف ما كان في الشكل المثالي اولا يعني انت لما يكون عندك نهائي قبلها في مبارتين ثلاثه انت تحاول تسوي ثبات في التشكيل وتضع العناصر اللي تحاول تخليه في اعداد انت من خساره الشباب الهلال واضح للكل انه ضحى في الدوري مباراتين الباطن الطائي لعب في التشكيله الاحتياطيه وراح جل لاعبينه تحضيرا للاستحقاقات اللي بعدها اللي هي مباراه النصر الدوري ومباراه نهائي قبل نهائي الكاس ويا الاتحاد وكذلك نهائي الاسيوي فاحنا نشوف في الثلاث مباريات في بعض اللاعبين اللي انت كان شاركوا في المباريات وبعض اللاعبين اللي ما شاركوا انت ما سويت الخليط اللي تسوي استعداد يعني مثلا احنا شفنا كاريو متواجد كويلار متواجد اه في اختيار انت محدود في الاجانب المفترض ان اللاعب اللي راح يشارك بدل هذول الثلاثه يكون جاهز على الاقل شارك لدقائق على الاقل يعني مثلا عبد الله عطيف انت احتجته في المباراه بعد عدم مشاركه اربع خمس مباريات جيت مفاجاه في, في النهائي احتجت ولعبته كان المفترض ان يكون في تحضير لهذا اللاعب ما قبل المباراه كذلك احنا نتكلم على ياسر الشهراني لعب في خانه الظهير اليسار في المباريات الاخيره وكان محمد بريك يتناوب، ليش ما خليت محمد بريك يكمل؟ لان انت تبي تحضر لهذا النهائي، هذه النقطة السلبية الأولى، مم. السلبية الثانية اتوقع الله طيف محمد قدم مستوى جميل للأمانة طبعا في, في بعد دخوله بعد دخوله قدم مستوى جميل لا وعطى أريحية أكثر لسلمان اللي بدأ يزيد شوي نعم. زائد في إدارة اللعب كان المهمة أوكلت يعني الله لأنه أساسا من خصائص هذا اللاعب، المشكلة الثانية احنا نتكلم على الجانب الفني والتكتيكي اللي كان في نادي الهلال. آه كثير راحوا على الرسم الفني قالوا له ليش غير لعب في الاربعة اربعة اثنين؟ بدل الرسم المعتاد اللي هو اربعة ثلاثة ثلاثة. انا اشوف محمد الناس تركيزهم ما هو ما هو ما هو منطقي لان الرسم ما هو ما هو الضرورة الأولى، أنت تتكلم عن الأفكار. الأفكار ما تغيرت، الهلال يلعب بنفس الأفكار. الرسم هو مثل ما نقول تمركز اللاعب لكن احنا لما نحط في 4 3 3 هي ما راح تثبت طول المباراه اللاعبين ما يغير مركزها لا لا هو في تحركات شفنا احنا سالم انه يدخل العمق شفنا ميشيل شفنا زياده كنو ولا سلمان فانت قاعد تغير وياك الرسم المشكله كانت الاساسيه وين كانت ان الاستحواذ الهلال قاعد يحققه كان محمد سلبي بشكل كبير احنا مراحل اللعب انت تتكلم عنها في مرحله البناء الهلال ما كان عنده مشكله المرحله الثانيه اللي هي مرحله التحضير في وسط الملعب وتطوير الهجمه كان الهلال كذلك ما عنده مشكله كبيره المشكله كانت في الثلث الاخير في الاخير اللي ما كان في حلول احنا نشوف اغلب التمريرات بشكل عرضي وحتى تحركات اللاعبين كلها بشكل عرضي مشكله الهلال كانت انه ما في لاعب يتحرك بشكل عمودي التمريرات ما تجي في بشكل عمودي عبد الله عطيف لما نزل كسر هذا الرتم شوي لان كنو وسلمان وكذلك فتح عرض الملعب من سالم ميشيل اجبر اللاعبين على شكل معين وعلى تمريرات معينه وهذه تكررت الحاله في مباراه الاتحاد لكن مباراه الاتحاد يعني تم تسجيل هدف وحافظوا على الكلين شيت تسجل فيه ترى هي يعني مثل ما نقول انعكاس لمباراه الاتحاد ما كان في اختلاف يعني في في المستوى الفني نعم. الهلال كان متوسط المستوى ما كان في افضل حالاته فكانت هذه مشكله يعني كويلار لو كان موجود احنا نشوف انه هو ممكن انه يغير شكل الفريق صحيح لان في صحيح صحيح تحركات اللاعب كذلك في تمريرات القطريه والعموديه يتغير شكل الفريق صحيح اه يضاف على هذا محمد ان في تغيير مركز سالم ودخول لعمق الملعب اساسا انت خليت الـ 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 الاداء يكون أسوأ مو افضل اه انا بقول السبب سالم من هو ميشيل يعتبرون اكثر لاعبين في نادي الهلال يفقدون كره ويخسرونها فلما انت تدخل لاعب من اكثر اللاعبين اللي يخسرون كره لعمق الملعب انت راح تسبب مشكله لان سالم مو من نوعيه اللاعبين بس المنطقه اللي يخسر فيها ملعب إيه الكره سالم في اي في اي منطقه؟ يخسر يخسر يخسرها في في زون 14 ولا حتى في المناطق اللي, زون اللي بعد اللي زون 14 الخصم زون او حتى في المناطق في حاله الهدف حتى بعد خسارتهم الكره يعني <applause> احنا نشوف ان بقيه اللاعبين بعد ما يخسر الكره يرجع ويسكر المساحات اللي هي تكون مثلا ممكن يستغلها الخصم، نعم. سالم ترى في الهدف ندري انه غلط البليهي، عارفين انه البريك تاخر في ملاحقه كوريكي اللي هو مهاجم هذا، نعم. المعيوف اخطا لكن ترى انا لما عدتها حسيت ان البليهي لو ضاغط على حامل الكره وتارك المساحه الزملاء كان افضل لانهم مم. ثلاثه كانوا البداية في حالة البدايه سالم خلى المساحه الأساس اساسا انقطعت فيها الكره، مم. لو كان سالم متواجد في المركز اللي هو قاعد يلعب فيه في المساحه <applause> هذه ممكن ان الهجمه من البدايه ما تصير هي هو خطا مشترك من أنا أختلف كمنظومه معك في نقطه واحده اللاعب لما يفقد كره او يخطا خطا معين هذا وارد جدا انت انت كسيستم كسيستم فريق انت عادي لاعب يخطا هو ما يتحمل ترى شوف نحن ما نحمل لاعب اللي هو المسؤول الاول يتحمل زملائه ما غطوا هذا الخطب. لازم تتغطي دائما تكون يعني الكره انقطعت من منطقه بعيده من سالم جدا يعني ما كره اوكي انا اتفق معي اذا كانت الكره منقطعه ما منطقه الجزاء السعوديه او منطقه جزاء الهلال نعم يخطفها لاعب ويسوي لك كونتر مثل ميكانو مع البايرن نعم. او اي مكان صحيح <تصفيق> <تصفيق> لكن في منطقه بعيده جدا يعني كثير المنطقه بعيده انت عندك فريق كامل عندك لاعبين اقتباس عندك واجبات دفاعيه عندك ناس احنا لما نتكلم على نسبه ان خسارتك للكره في في وسط الملعب او عقم الملعب مع تحول الفريق للامام يعني صعود الفريق للاعلى نسبه خساره الكره 70 الى 65% هذا طيب قاعد هذا يسبب ايش تسوي عليك تحولات كثيره بعكس لما اللاعب يكون على الطرف طيب هم ما نحمل كنه بعد طيب طيب هو احنا نتكلم كمجموعه لكن نعم. انت تروح للسبب الرئيسي لما يكون اللاعب على الطرف راح يصير في اختلاف منطقه الخطوره اقل لانها بعيده اكثر وكذلك المنطقه ما هي خطره اما في عمق الملعب نفس بدايه الموسم لما كان موجود بيريرا كانت مكرر نفس الخطا وسبب بشكل كثيره <applause> لو نبي نعطي نسبه التحولات. لو نبي نعطي نسبه نحمل هذا الخطا البعض قال البليهي البعض قال نحمل والله الحارس <applause> العويس فلو وزعنا النسبه محمد راشد تقول النسبه لمن؟ من, أه من يتحمل هذا الخطا؟ نسبه انا انا اشوف ممكن ممكن الخطا الاكبر <applause> لانه اللاعب الاكثر خبره وان احنا الضمان في الفريق <applause> المعيوف المعيوف ان توقع الكره يكون افضل أه هو ممكن يتحمل نسبة لك لكن انا كذلك تمركزه مكان ايه تمركزة. تمركزه انا اشوف انه هو خطا تيم كامل نعم لكن يعني ممكن نحمل معيوف بسبب ان المعيوف يعني صعب ان تدخل عليه هذه الاهداف بسبب position. انت انت تشوف الكرة انت صح. انت اللي تشوف متى الكوره تنقطع متجهه للعارضه يعني مم. لو متجهه للجول كانت جول <applause> لو متجهه للجول كانت جول فمعناها ان تمركز الحارس كان مفهوم انها طقت عرض ورجعت بعد يعني إيه؟ يعني لو كان حظ واحد من مئة البريك ما ضغط البريك يعني. ما ضغط كان تارك الكره على باله انه يا جول يا تطلع برا هذه الاخطاء يعني تصير يعني, يعني محمد البريك كذاك رجوعه كان بطيء يعني اللاعب هذا عمره 36 سنه احنا ما نبي نطيل اكثر في هذا المحور نبي بكل اختصار لو قلنا على الخط العريض ماذا يحتاج الهلال في مباراه الاياب محمد راشد محمد بلوشي ابدا مع محمد راشد وارجع لمحمد بلوشي انا انا اشوف الاختيار المناسب للاعبين رغم ان غياب سالم راح يسبب ازمه لان راح تنجبر ممكن انك تغير في الفكره الرئيسيه اللي بتختار فيها اللاعبين اشوف ان الهلال يحتاج بس محمد يحتاج شيء واحد يحتاج التركيز لان الهلال لو لعب كالهلال انا بوجهه نظري محسومه حتى لو في اليابان محمد انا هي اللي قلت قبل يبني على ما انتهت انتهت بالمباراه لان هذا البناء على ما انتهت بالمباراه يعطيك افضليه نفسيه كبيره بالرغم ان المباراه تكون صعبه في نعم الجمهور احنا نعيد صياغتها اخر 10 أيوه دقائق كان الهلال قدم اداء أيوه ممتاز انت تقول لو بنى على هذا الاداء اخر 10 دقائق نفسيا نفسيا يعني مو فنيا نفسيا نعم طبعا نفسيا اكثر من فنيا نعم لانك انت هنا يعني عبد الله عطيف اساسي نقدر نقول في غياب ممكن نعم نعم, <applause> نعم. اذا غياباته هو يحسب و... ايش بيلعب واضح كابتن محمد بلوش هذا حديثنا عن الهلال ولكن قبل لا اختم هذا المحور الامانه انا في طبعا استاد الملك فهد بجانب القوى الزرقاء وهذه الرابطه الجميله اللي ازرت للامانه الهلال افضل موازر حضرت معهم الشوط الاول وقدموا الامانه مستوى خرافي قد يعتب بعض عليهم في الشوط الثاني ولكن اعتقد ان القوى الزرقاء ما قصروا على راسهم طبعا رئيس الرابطه عفيفي وايضا ياسر الطراسي اللي احب اوجه لهم كل التحيه وطبعا الاشاده من خلال تلفزيون دوله الكويت عبر برنامج صوت الجماهير وشكرا للحفاوه اللي تلقيتوني فيها وهذا الدعم النفسي ولله الحمد ان تغطياتي نالت اعجابكم شكرا يا عفيفي ياسر الطراسي والقوى الزرقاء جميعا وبالتوفيق للهلال في اياب طبعا القادم نهائي دوري ابطال اسيا ضد أورا. عندنا هذا الفاصل ونعود لاستكمال حديثنا في كرة القدم الأوروبية. صدارة لا يستحقها بايرن ميونخ مو انا اللي قلت هذا الكلام اللي يقوله خليفه الفضلي نظرا للمستوى السيء اللي قاعد يقدمه بايرن ميونخ في الاونه الاخيره ومن وجهه نظره ان دورتموند هو الاحق في هذه الصداره علل لي هذه الجمله لا محمد انت قولتني كلام ما قلت هذا طبعاً. خيانه على سامنة. فكره لا لا لا, لا <applause> هو كلام ما قلت قال انا انا أنا يستحق يستحق انا قلت مهما يستاهلون <applause> مهما <يستحلون؟ تصفيق> ما يستاهلون ما يستاهلون لان الوضع محمد اللي صاير واحد يتعزمون انا ركزت على, على جانب وخليت جانب عرفت هذا الانحياز التاكيد يعني على شوف على محمد لما نتكلم عن مثلا بايرن ميونخ في المقام, <applause> المقام الاول بايرن ميونخ من بعد الخروج من الشامبيونز ليج ومن بعد الخروج من بطوله الكاس صار في نقاش ذو شجون ما بين مطالبين في راس اوليفر كان كاداري على اتخاذ القرار اقاله ناجلزمان وفي ناس اشادوا في هذا القرار بحكم انهم من محبي تخيل انا بالنسبه لي يعني كمشجع قبل لا اكون محلل للبايرن انا بالنسبه لي اقول لك محمد ان كل وجهه نظر تطرح حاليا هي منطقيه اللي يشوف نفسه مع ناجلزمان وانه انظلم هذا حق واجب لان النتائج تقول كذي وبالمقابل تتكلم اللي يقول ان تخيل قدم انت أه مدرب المناسبه الى اخره اهم ممكن احترم وجهه نظره لان رجل ممكن ينظر الى الامام، لكن الوضع الحالي في بايرن ميونخ حاليا عباره عن يعني ازمه على مستوى على جميع الاصعده، لما تتكلم محمد ازمه اداريه تراشق في تصريحات واضح جدا المشاكل والتوتر اللي صاير مع اوليفر كان مع حميزش وتصريحاتهم للصحافه، تتكلم حتى على مستوى اللاعبين محمد لاعبين ذو أه قيمه فنيه عاليه نعم. مو قادر يستغلهم مدرب عملاق نفس ماستوخيل في على مستوى التوظيف على مستوى العقليه اللاعبين ذهنيا شبه منتهين فلما نتكلم عن لاعب نفس جولتسكا لاعب نفس جولتسكا حاليا مجرد لاعب معلق في الملعب معلق فعلا حرفيا بس يعني يطلع ويتكلم في كل مباراه وينظر على ارض الواقع ما في مستوى تتكلم حتى محمد على مستوى الهجوم كله جنابري ساني ماني تتكلم حتى عن كمج، فالفريق كله دخل في ازمه ثقه نعم من من راس الهرم الكبير لذلك النتائج اللي قاعد حاليا او مؤخرا من تعادلات وخسائر وتعثرات مع مع تخيل هذه يعني يمكن راح تكون مهر حق شيء مستقبلي الموسم القادم نعم يزعلنا ان بايرن ميونخ كذي طبيعي كل مشجع البايرن ممكن يكون زعلان من هذا الوضع الحالي، ولكن انا احس ان الاداره حيل تدخلت بالتفاصيل يعني تواجد ليفر كان في غرفه الملابس وهذا التدخل الاداري اللي ما كنا نشوفه صراحه في بايرن ميونخ هم شوف هم بحكم لاعبين سابقين ممكن قارين المشهد انه ممكن مو تدخل بقدر ما انه هي قرب من اللاعبين ولكن قبل فتره طلع خبر من صحيفه بلد الالمانيه قالت ان اللاعبين يعني يشعرون بالغضب لان الـ الـ الاداره تقولت عليهم بانهم هم اللاعبين مراضين على نقزمة. نعم فهذا الشيء اثر عليهم بالسلب يعني حتى جوديتسكي امس يقول ان ان الاداره او, أو عفوا ان الصحافه نعم. آه سببت لنا الضغط اكثر بسبب المشاكل اللي صايره فالوضع العام في البايرن حاليا يعني على مشاكله انا ليش قاعد اربط مع دورتموند؟ لان دورتموند حاليا صدق انه انظلم في مباراه بوخوم كان في ركله جزاء واضحه صراحه ما حسبها الحكم الكريم الاديمي نعم. نعم. ولكن انا بالنسبه لي دورتموند لا يستحق لان الفريق مترنح اكثر من بايرن ميونخ يعني بايرن ميونخ على المشاكل وال وال وال, وال وال والامور اللي قاعد تصير مؤخرا في الفريق ذهبية فرصه ذهبيه لدورتموند فرصه ذهبيه لك ولكن نعم. قاعد تضيع فرص بشكل غريب تتعادل مع مع شاركه قاعد تتعثر في مباريات آه غريبه عجيبه زاد ان في اربع مرات قادمه تتكلم حتى محمد على مستوى اللاعبين الخبره الموجودين بالفريق آه تحس انهم مهزوزين اللاعبين اللي المفروض انهم بوتنشل اللي يشيلون فريق مثل دروب غريب عجيب صح. زاد ان علامات استفهام على المدرب ايدن المدرب اللي يمكن يحبونه في دورتموند بحكم انه ولد النادي ولكن بالنسبه لي ايدن على علامات استفهام على مستوى تحضير الفريق على مستوى عقليه الفريق الغير انتصاريه صراحه واللي واللي تنظر يمكن واحد مثل بس نعم فلذلك انا اشوف محمد ان صراع البوندسليغا يمكن على الورق كنقاط يشوفونه الكل ان واو يعني اسبوع هذا متصدر اسبوع هذا متصدر ولكن اللي بداش في تفاصيل الدوري وعارف تفاصيل الدوري عارف ان الوضع العام هذا احد اسوء مواسم البوندوزليجا يمكن من 15 سنه. نعم اذا هذا حديث خليفه الفضل الفضلي البافاري الاول اليوم عندنا اثنين بافاريه اليوم كابتن محمد البلوشي انا على السريع نبي لا رايك لان نعم. خليفه يسحب في, في صحيح. تفاصيل انا تقع على السريع، ازمه بايرن ميونخ ازمه اداريه لا ازمه مان ولا ازمه توخي لا, لا عب... أزمة لا فنيين ولا 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 لاعبين نعم. ولا ازمه اداريه بدات من فتره بدات من ايام من بدايه الموسم العاملين في النادي ما كانوا راضين على طريقه اوليفر كان في في التعامل معهم <applause> النادي اعضاء النادي ما ما اصبحوا يشعروا انهم عائله واحده مثل ما كان في زمن رومانيجي نعم <applause> <applause> اثنين اقاله حارس مدرب الحراس بهذيك الطريقه كانت جدا سيئه وتسببت انت بتعرف هذا المدرب له علاقه مع الحراس مع اللاعبين مع مع الستبت. انت تقيلة بالطريقه هذه حتى اصابه نوير ايضا طريقه نوير نفسه خطا نوير ان انت تروح تنصاب هالإصابة بدون عقوبة وبدون عقوبة اثنين تصريحات نوير بعدها حول إقالة مدرب الحراس <applause> هذا ما كان يحدث في البايرن بهاي, بهاي الطريقة الفجة وأيضا العقوبة على نوير كانت على استحياء <applause> بعدين يعني استمرت هاي الأشياء اتهم ناقلسمان أيضا أنه هو تسبب بإقالة مدرب الحراس <applause> النتائج عدم الاستقرار قالت ناقلسمان بهذه الطريقة أيضا أوكي أنت ما مشكلة يعني أنت عندك تبغى تقيل مان عادي يقيله بس ما بهالطريقه بدون ما تروح تبلغه ويعرف من الصحافه وياتي فكل هذه الازمه الاداريه الكبرى شكل بايرن ميونخ اللي متعودين عليه ابدا نعم انت نعم. نعم كنت ضد اقاله ناقلزمان ولا معه؟ لا انا مع اقاله ناقلزمان بس مش بهالطريقه مو بهالطريقه كلام جميل من الكابتن البافاري المدرب الوطني العماني محمد البلوشي نبي ننتقل للبريمير لي ليج يا ابو راشد وعندنا طبعا صراع الصداره ما بين ارسنال ومانشستر سيتي لو تحدثنا عن الترتيب وفوز ايضا السيتي وفوز ليفربول، نبي نتحدث عن مباراة ليفربول وتوتنهام 3-2، مباراة للأمانة كانت ممتعة ومباراة جميلة، ليفربول عنده أمل جدا بسيط وضئيل للمنافسة على الأربعة الأوائل ومصدوم هو بمستوى نيوكاسل، نيوكاسل <applause> قاعد يوم عن يوم يثبت أقدامه، <applause> لا لا أمورنا طيبة ما عليك، ونبي ناخذ الكأس الثاني بعد يا وراشد ولكن حديثنا عن ليفربول كلمني عن هذه المباراه ليفربول وتوتنهام طبعا احنا لو كفرجه ومتعه طبعا من افضل المباريات اللي انت ممكن تتابعها 3-0 وترجع 3-3 ثلاثة ثلاثة وتسجيل الهدف الرابع في اخر الدقائق يعني كاثاره كاثاره ومتعه تستمتع فيها صحيح يعني لكن لما ترجع تتكلم عنها فني لا المباراه فيها مشاكل بالجمله او مشاكل جمه خصوصا من جانب يعني ليفربول اللي بدا المباراه بتقدم صاروخي وتقدم تاريخي نعم. في ثلاث اهداف في اول ربع ساعه لا وسيطره كامله وفي فرصتين ضاعوا يعني كان ممكن انه يزيد الغله صح. تشوف بالمقابل توتنهام مفكك خطوط متباعده الثلاث مدافعين اللي كانوا بادي فيهم المدرب داير ويا وديفيز و روميرو ما 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 في اتزان يعني ما ما هم على مثل ما نقول تقارب في المسافات كذلك رباعي الوسط فتشعر انه لا هذا فريق بعيد جدا عن انه يعود في النتيجه او انه فريق يقدر انه يجاري ليفربول لكن مع التبديلات وبالشوط الثاني بدات توتنهام لما يدخل في المباراه بشكل اكبر وبدا يتنظم بشكل افضل، شفنا عاد الفضائح والمشاكل الموجوده في دفاع ليفربول نعم اللي اساسا يعني انت تتكلم على احد اكبر الانديه في العالم حاليا ويملك نجوم في المستوى الكبير، تشوف انت في المقابل هنا ان ان لما تتابع تشوف ان خط دفاعه كذلك يعني كان سهل اختراقه كذلك تشوف في وسط الملعب التبديلات اللي سواها يورجن كلوب انه سحب اليوت وسحب كذلك جونز واضاف هندرسون واضاف ميلنر ما قدر محمد يحل المشكله انك بعد خساره الكره انك توقف الخصم عن الارتداد بشكل سريع، م. فهذه سببت يعني كان يواجه بروحه فابينو في وسط الملعب، هو اللي يواجه اللاعبين اللي قاعد يرتدون، خصوصا يعني لما نزل ريتشاردسون صار سون ويا ريتشاردسون لاعبين يملكون السرعات، وهاركين لاعب يعرف يخرج بالكره ويطلعها لمناطق اعلى، فشفنا هني مشاكل اكبر يعني بالنسبه لدفاع ليفربول، لكن في النهايه تبديل كذا يورجن كلوب اللي يحسب له في دخول جوتا بعد فترة طويلة من الصيام على التهديف والإصابات صحيح. حسم المباراة بهدف جميل جدا نعم طبعا جوتا رجع وقاعد يقدم للأمانة مستويات ملفتة للنظر هذه المباراة يعني اللي قبلها كان أساسي هذه المباراة كان بديل إلا أن أغلب المباريات كان يسجل أهداف يا حظ اللي يحطه بالفانتسي وقاعد يعيش حياة <applause> اللي صاده مبكر عموما الحديث كذلك عن مانشستر سيتي كابتن محمد البلوشي لو تحدثنا عن هذا النادي كان له شكل مغاير ما قبل كاس العالم بعد كاس العالم يعني قبل كاس العالم كان الناس يتكلمون ان هالاند ممكن يكون اثر على التشكيله سلبا ان نا. والله ايرلينج هالاند يعني الفريق قام يعتمد عليه اعتماد مفرط للتهديف ولكن بعد كاس العالم انفجر هذا الفريق قاعد ينافس على الثلاثيه وبشكل جدي كان فاقد الصداره لارسنال اللي تصدر من بدايه الموسم ولكن استعاد هذه الصداره مع ريال مدريد في نصف النهائي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كاس الاتحاد شنو اللي تغير في مانشستر سيتي وشلون اوجد هذه المنظومه بيب شوف هذا الموسم موسم غريب من بدايه الموسم الموسم لانه بيكون في في خلال كاس العالم نعم انت لما تلعب موسم يعني عادي انت تخطيطك للموسم يكون مختلف تماما عن يعني يكون موسم في بطوله كبيره مثل كاس العالم وتوقف فحتى فوز الارجنتين بكاس العالم في موسم يعني في في كاس عالم استثنائي حتى اه الفرق الاوروبيه الكبيره الانديه الاوروبيه الكبيره اللي كانت جاهزه كان عندها دروب وتحولات بعد كاس العالم قبل كاس العالم شيء بعد كاس العالم بيب اه جلس جلسه طويله مع نفسه واضح جدا اثناء كاس العالم هذه كانت فرصه كبيره ايش سوى هو بعد كاس العالم في اثناء كاس العالم جات الفكره ان انا اطلع كانسيلو الناس كلها تجننت كانسيلو ما عندك ظهير انت اصلا صحيح في النادي كيف تطلع كاسلو؟ مم. ما عشان المشاكل الشخصيه فقط لان كاسلو ما كان بيلعب. لان جوارديولا اهتدى لطريقه اخرى تماما الا وهي بطريقه اللعب. انا بنتكلم كره قدم شوي تكتيك كيف بدا يفكر وكيف جميل. بدا يفكك فريقه ويغير سيستم ماله بشكل مختلف. جميل يلعب بثلاث مدافعين. مم. الناس تعتقد ان ستونز لاعب وسط متاخر. متاخر. لا. مع آه, آه, آه اسمه <applause> رودري رودري نعم هذه الطريقه ليش ثلاثه؟ ليش ما خمسه مثل ظهيرين يصعدوا ويرجعوا مثل الفرق الباقيه؟ هو عنده فكره من اول شيء خصومه ارسنال في الدوري اوكي؟ وباقي الخصوم يونايتد وغيرهم وغير كل الانديه ليفربول كل الانديه الخصوم تلعب باجنحه مارتن اللي ما ادري من ساكا عندك محمد صلاح فانت عندك هذه الفكره في دوري ابطال اوروبا من خصوم الكبار قبل عند يخرج البايرن بايرن باريس صحيح ساني آه ماني فينيسيوس آه رودريجو عندك آه ريال مدريد فينيسيوس كلهم يلعبوا باجنحه صحيح انت الان امام حاله استثنائيه وفكره جديده انا اتكلم عن خط الخلفي اول شيء جوردون ليش الان صار ما يستقبل اهداف كثيره صحيح وليش آه فريقه بدأ يمسك نفسه بشكل أفضل مع انه ضحى بمدافعين، وولكر ما يلعب. هذا 13 كلين شيت الى الآن. إي طبعا، نعم. ليش؟ لأنه هو ضبط خط الدفاع بطريقة بفكرة مختلفة تماما. نعم. يلعب بالثلاثة، الاثنين اللي يلعبوا في الطرفين، طرفي نعم. دياز، آه كانجي ومن اسمه أكي. أكي. نعم. هذين الاثنين ما عليهم يروحوا حق الظهير، حق الجناح أبداً. هي فكرة عندنا. انت تروح للجناح، انت لو عندك ظهير، الجناح بيواجهه بي بي مان تو مان على الخط. صح. زين؟ لذلك انت ممكن اذا كان الجناح جيد يروح. انت خلي الجناح لا, ي... لا تروح له. الجناح بيجيك ترى في النهايه وين بيروح؟ صحيح. لأن لازم يسوي حركه فوضيه. فانت واقف مكانك سهل تشيل منه الكره. زين عندك مشكله بيكون لاعب واحد، لان هلا يفتحوا كثير ما في عندك اظهره. هل فتحوا كثير، كان جي وآكي فتحوا كثير، أنت ما عندك أظهر تاخذ الكرة من يعني من بتضطر أنت تفتح أيضاً نعم. جنحتك لاعبي الوسط دفاعي فايش يسوي ستونز؟ ستونز يلعب في مركز كان موجود سابقاً. هذه الطريقة هاي آه الطريقة موجودة في الخمسينات. هذه الطريقة شوفوا الآن ترى دائماً نحن نقول 70 سنة الناس تقول أوكي شيء جديد، لا ما جديد، هذا استنساخ لتجارب قديمة وتطويرها. نعم. في مركز اسمه أنشورمان اي ان سي هذا لا ليبرو ولا سويبر ولا وسط مدافع هذا يجلس يكون بين الوسط المدافع وبين الليبرو يعني في منطقه في هذه المنطقه يوقف ستونز دائما هني ستونز ما لاعب وسط ستونز لاعب مدافع بس انت لما تجي تشوف رسم تكتيك تقول ستونز رودري تفكر اوكي خلاص هو حاط ثلاثه نعم هو بينظر ترجمتها المرسات ايه نعم اللي هو اللي يثبت السفينه يثبت السفينه نعم. انشر يثبت <applause> الدفاع ليش نعم. يثبت الدفاع؟ لانه يقول لك هذا يشوف الكوره اول ما تطلع الكوره مع الخصم هو يشوف نعم يشوف ايش يسوي؟ من يشوف؟ مم. متى يرجع؟ لانك انت عندك اكانجي واكي بيفتحوا اذا كان اكانجي فاتح هو وين نعم. يروح؟ آه مثلا دياز بيروحين هو بيرجع مكان دياز مم. بيسكر فدائما يثبت خط الدفاع مم. فكأنه يلعب بخمس مدافعين هو يلعب باربع مدافعين نعم. في الحقيقه نعم. ثلاثه وقدامهم ستونز ستونز مدافع نعم. لكن طبعا. يلعب انشورمان هذه كانت في الخمسينات كانوا يلعبوها هي هذه كانت الليبرو الليبرو امام الدفاع كان في نعم. الخمسينات واعاد احياها في غوارديولا الكتناتشو صار بعدين حطوا الليبرو وراء نعم. الفكره كانت ان الليبرو يتقدم من من قدام الدفاع الى الوراء نعم. هذه كانت القديمه نعم الطليان خلوها من الدفاع يتقدم للامام والالمان ايضا باكن باور خلاها من الليبرو من الدفاع يتقدم للامام حتى للنص يهاجم ويرجع نعم فغوارديولا احيا هاي المنطقه الشيء الثاني غوارديولا سوى؟ اخر خط دفاع شويه انت ما تلقى الان خط دفاع السيتي بعد خط الوسط بعد خط الوسط صح ابدا اخر خط دفاع نعم بعدين اخر شيء سواه احس انه قاعد يلعبون على الخط حاليا ايوه اخر شيء سواه ايش سوى؟ سوى ان طريقه اللعب انا استحوذ على كل العالم ما اجيب شيء، يروح عليه الشامبيون السنة الماضية، كل اللي, سنة قبلها اللي, قبلها اللي قبلها، اللي قبلها، اللي قبلها، طيب خلاص ما ايش يسوي يعني. خليني انا الحين اغير. انت شوف اهداف السيتي على البارن كورة طويلة من ستونز او على على اسم ارسنال، كورة يعني. طويلة من ستونز يتلقاها هالند لو تشوفها تقول مو المدرب بيب ابدا <applause> ابدا، بس الان اقتنع بعد سنوات طويلة ان كرة القدم وهذا دائما نقوله، انت لازم تشتغل على اللي يكسبك كابتن محمد للامانه انا طول عمري او مو طول عمري في السنه هذه قاعد اتابع بيب جوارديولا واحس ان هذا التغيير انا اشعره بس ما افهمه انا يوم فهمت. الحين بعد ايضا بعد شرح. ال ال نعم. الفكره ان كيف ذو دو بيلد بلاي يعني نعم. كيف كيف يبدا اللعب يبدا اللعب عادي كره طويله يبدا اللعب عادي احيانا يستحوذ نعم. احيانا يغير فكل هالاشياء هو استغلها نعم. هو كان هو شوف جوارديولا مدرب ما يحب هالند. جوارديولا ك... نعرفه يعني ما يحب لاعب مثل هالاند طويل ويستلم كوره ابراهيموفيتش وهالاند ويستلم كوره لا لا مهاجم صريح بس لا الان تغير الفكر كله انا اخسر 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 سنوات وغير طويل قناعاته وخرب كل المدربين العالم صاروا يقلدونه <applause> والحين غير قناعاته ما بعد نعم اذا الامانه شرح فني جميل جدا من الكابتن محمد بلوش انا لاول مره اسمع نفس هذا الشرح الفني والتفصيل في تغيير فكره بيب جوارديولا انا كنت اشعر بهذا الشيء احس انه حاليا مانشستر سيتي اخطر اثقل في ارضيه الميدان ولكن مو افضل لان اتوقع في السنوات الماضيه كان افضل في ضغطة وامتع والكره اللي قدمها ولكن حاليا مانشستر سيتي هو المرشح الاكبر لتحقيق لقب هذا واذا فاز الريال هالمره انا اتوقع الموضوع فيه سحر رسمي <تصفيق> <تصفيق> لأن لا السيتي الريال ايضا فريق قوي ترى مثل ما تفضلت اكيد اذا كان هذا حديثنا عن مانشستر سيتي عندنا هذا فاصل ونعود لقضيه الاسبوع حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى قضيتنا لهذا الأسبوع هذا العنوان اللي دائما ما يتم النقاش فيه وهو دوري أو مدرب دوري ومدرب كوس هذا مصطلح داير في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في الإعلان يقول لك هذا مدرب بس حق الدوري وهذا مدرب فقط يحقق الكوس رأيك بهذا المصطلح يا محمد راشد طبعا احنا يعني سمعنا هذا المصطلح كثير يعني اطلق على مدربين كبار يعني مثلا كارلو انشيلوتي رغم أنه حقق دوريات كبرى لكن دائما يتم اتهامه بأنه مدرب كؤوس أنطونيو كونتي دائما العكس يتم اتهامه أنه مدرب بس يعرف يتعامل مع دوري ما يعرف يتعامل مع بطولات خروج المغلوب أو الذهاب والإياب حتى في حاليا يعني إحنا نتكلم عن رامون دياس مدرب الهلال دائما انه يسمونه ملك الدوري لكن في الكؤوس لانه خسر اخر ست نهائيات او بطولات اقصائيه ف قاموا يقولون هو لا مدرب دوري، نعم. انا بوجهه نظري انا اختلف مع هذا المصطلح جمله وتفصيلا، مدرب دوري مدرب كاس، انا اشوف ان المدرب هو واحد لكن في اختلاف في القناعات بين المدربين، في مدربين يؤمنون ايمان تام بان العمل اللي يطبقه او انه يسير في بطولة بطولة مثلا الدوري هو العمل نفسه اللي انا اسير فيه بالبطولة الفلانية الكاس او تشامبيونز او الى اخره، لكن في بعض التفاصيل اللي ممكن اضيفها او اقللها ممكن ان تنجح معاي ممكن ما تنجح، وفي بعض المدربين اللي تم اتهامهم في هذا الاتهام واساسا الظروف ما خدمت يعني في البطولة الثانية ما خدمت نفس سيميوني انزاجي مدرب الانتر حقق بطولات كاس كثيرة مع الـ 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 الاندية نعم. اللي داروها سواء لاتسيو حاليا حتى مع الانتر واخرج اليوفي تو حتى من بطوله كاس لكن ما حقق الدوري ويتهمون عن السنه اللي فاتت والسنه هذه في بطولتين دوري انا اشوف أنه يعني كذلك من ينطبق عليه انشلوتي بعد كذا انشلوتي احنا تكلمنا عن انشلوتي رغم ان انشلوتي محقق خمس دوريات خمس دوريات كبرى يعني <applause> كل الدوريات اللي مر عليهم حق, حق خمس دوريات من 27 موسم بيب جوارديولا ايوه بس خمس دوريات يعني انا قصدي الدور الالماني ليه؟ يعني كابتن محمد بيب جوارديولا لما كان مع برشلونه بعدها انتقل البايرن وحقق مع البايرن الدوريات نزل عليه نفس الاتهام انه مدرب دوري <applause> ما هو مدرب في بطولة كأس <applause> نعم والغريب بالموضوع ان المدرب لما يخسر نهائي يقول لك هذا مدرب دوري انت يعني واصل للنهائي هذا, يعني هذا انجاز وصول للنهائي انجاز ممتاز يعني انت معناها قاعد تطلع الفرق وتلعب ذهاب واياب ووضعك ممتاز بالكاس فالنهائي حرام نختزل المدرب في النهائي خلي فرايك بهذا المصطلح والله الامانه مصطلح ظالم لان شوف مثل ما قال كابتن محمد انه في مدربين اساسا ينظر ان بطولة الدوري هي تتويج العمل تسع شهور انا قاعد اشتغل على الفريق بلغه خطاب يمكن تختلف من يوم الى يوم اخر هذا واضح بشكل كبير ان بطوله الدوري اهم للمدرب البعض المدربين او غالبيه المدربين ولكن لما تتكلم مثلا حتى على مستوى توماس توخيل توماس توخيل ايضا من الاشخاص اللي تم اتهامه تم اتهامه في هذا الشيء لما, لما كان في دورتموند انه وصل اعلى اعلى معدل نقطي كوصيف بعدها بعدها لما انتقل باريس سان حقق الدوري قال لا بطوله سيئه راح الى تشيلسي حق او وصل نهائي تشامبيونز مع باريس سان جيرمان وخسر قالوا لا والله مدرب مو مدرب كؤوس رغم ان فريقه وصل النهائي نعم. مع تشيلسي لما حقق البطوله دحضت هذه المقوله نعم. فشيء غريب عجب صراحه يعني انا بالنسبه لي هذا المقوله ظالمه يمكن في امور بسيطه فيها محل نقد كبير ممكن سوء تدبير من المدرب على مستوى ممكن المدرب او النادي يركز على هذه البطوله اكثر من مو, مو بس نعم. تركيز حتى محمد حتى من ناحيه ان الاداره يمكن تقصر معاك في بعض الامور نعم. لما تتكلم يعني مثلا ان مثلا شيرتي في 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 2015 ضد الريال لما صاب عند اتوقع مودريتش او الونسو غاب عندنا الونسو يوم لعب راموس كان عنده الله. بدي منه يا إيه مندي يعني إيه لاعب اقل من عادي في, في هذا المركز فهذه امور يعني تفرق من شخص لشخص كابتن محمد بلوشي من وجهه نظرك مدرب كؤوس ومدرب دوري ما في مدرب كؤوس ودوري في مدرب في مرحله يعني مثلا الحين سكولاري لما كانوا على البرازيل جايب كاس العالم في مرحله ثانيه يخرج من بفضيحه هي هي مراحل انت من اللاعبين اللي معك ظروفك كل الاشياء اللي صحيح. تصير مباريات مثلا الحين رامون دياز لو ناخذ رامون دياز رامون دياز محقق الدوري الارجنتيني مع ريفر بليت ومع نادي اخر لكن بعدين لما راح المكسيك مع ان فريقه كان جيد كل شيء ما حقق شيء ابدا وقيل وبعدين راح باراغواي وما حقق شيء يعني هي ظروف هي انت كيف مع من تلعب <applause> ايش خصومك ايضا ترى انت ممكن تحقق البطولات كل سنه هذه ترى قاعده مثلا يقول لك جوارديولا مثلا ما فاز ولا بلقب خلاص جوارديولا انتهى هل افلاس مورينو تذكر؟ نعم تذكر؟ ناقشنا فيها نعم ناقش ناقش <applause> <applause> ما في هذا هي كلها خلص واضح خلص. أه تعليق بسيط محمد في في نقطة جدا ضرورية ومهمة ذكرتها محمد في, في خلال النقاش اللي هي نقطة كذلك ان الناس تنسى اهداف الادارة وان تحديد التحديد الهدف الرئيسي من الموسم صح. صح. احنا احنا نقول انه خرج من البطوله لا هو يعني اتفاقه مع الاداره ان التارجت راح يكون اني نصف نهائي مثلا نصف نهائي التارجت ان انا احقق في دوري أنت اليوم لما تشوف ارسنال ضحى باليوروبا ليج بشكل علني وواضح يعني واضح ترى دائما الشامبيونز ليج ترى يكون هدف يعني يعني هادف ما بعد شهر اثنين بالضبط هذا <applause> هدف <applause> تعويضي بالغالب بالغالب الفرق واضح جدا اذا كان هذا نقاشنا عن المقوله الدارجه مدرب كوس ومدرب دوري في قضية الأسبوع فاصل ونعود لاستكمال حديثنا برشلونه ونجريرا ولا بورتا القضيه اللي قاعد نتكلم عنها اسبوعيا يوم عن يوم تطلع مستجدات جديده حول هذا الموضوع وهذا النقاش محمد بلوش اليوم بطلب منك في هذا المحور انك تبي تتكلم عنه شوف في اجتماع صار الحين قبل قبل فتره اجتماع سري نعم. بين اثنين من رابطه الليغا نعم. مدير تنفيذ رابطه الليغا والمدير المالي لرابطه الليغا في مطعم في مدريد مع اسمه مدير برشلونه اليماني اليماني وايضا نعم. تيباس تبع لا الرابطه لا تيباس ما جاي, من آه جاي, جاي جاي مساعده نعم جاي الرجل الثاني في في رابطه الليغا نعم. وجاي ايضا مع اليماني جاي مع المدير المالي لبرشلونه نعم. طبعا اليماني اكثر شخص في برشلونه يعرف القواعد اللعب النظيف أكثر من كل الاقتصاديين ترى على فكرة يعني الناس تعتقد أوكي عنده اقتصادي بس لازم ترجع لألماني هو يعطيك الفكرة والقوانين كلها حافظها صم فجوا عشان يجيبوا ليونيل ميسي ويشوفوا حل كيف يجي ليونيل ميسي اتفاق في رسمي أو شبه رسمي بين ليونيل ميسي شفهي وبرشلونة ترى على فكرة إنه يرجع ليونيل ميسي هذه نعم. من مصادرك كذلك. من مصادرك نعم. لكن يجب أن تتحقق أشياء طبعا يعني يجب ان برشلونه يعني يقدم لميسي ضمانات انه بيحقق حصل الفلوس بيجددون عقود بعض اللاعبين كل المسألة كلها تتمحور حول, حول الماده مسألة المساله الاقتصاديه بحته نعم برشلونه قدم افكار يريد يسوي بالانس للوضع الاقتصادي ورابطه الليغا عطتهم في ورقه وكانوا شالين ورقه وقلم حتى يخططوا ويكتبوا 200 مليون وواحد بالحسابه وكل شيء كان يمشي بالحسابه بالورقه, بالورقة والقلم, والقلم, يعني. والقلم الاجتماع انتهى بعد ساعتين طلع او ساعه طلع اللاعب البرش... طلعوا رابطه الليغا قال حق برشلونه هذه الخطه اللي يسوونها جلس الماني و... ومن اسمه مدير الاقتصادي في برشلونه نعم. ساعتين إضافية في المطعم وحدهم يتناقشوا بعدين هذا شافوا صعب تسجيل ميسي نعم. زين ايضا الان برشلونه ايش بيصير فيه اذا كان برشلونه طلع من دوري ابطال اوروبا هذا ترى جدا يعني بعد ما زال الموضوع وارد من الصعب تحقق بسوارد. يعني صعب تحققه بس وارد نقطيا يعني مستحيل كابتن صعب لا ما نقطيا يعني استبعدك انا لانك آه من الاستبعاد. من من آه قضيه آه أيوة آه. من سبب القضيه استبعدك نعم. ما تلعب معي في اوروبا لانك انت كنت قضيه نجريدا. نعم طيب اللي يهمنا نحن الحين وعلى السريع اقول لك ان كان في اجتماع في برشلونه كانت في فكره، عدة م أفكار، فكرة انه يروحوا يلعبوا في السعودية مرة، نعم يلعبوا في أمريكا مرة، ويجمعوا مبلغ معين نعم لكن كانت في فكرة جدا جريئة يعني من كواليس تم نقاشها من كواليس برشلونة، أن نحن ممكن نلعب في السعودية فقط يعني نادي برشلونة ينتقل للعب في السعودية يلعب تستحدث بطولة يقترحوا استحداث بطولة في السعودية غير الدوري السعودي م تكون في أيام الشامبيون ليجز أها أوكي أنا نعم أجي أسافر ألعب مثلا مع عندي ما عندي بعض عندي الدور السعودي نسوي نستحدث بطوله ايش الفكره أنه نحن نحصل تعويض على المبالغ الماليه ويلعب بكامل نجوم ليونيل ميسي يعني يصير يسوقوا ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو مره اخرى وكلها النجوم هذه الفكرة كانت مطروحة للنقاش، ما مدى تحقيقها وما تحقيقها، كل يعتمد على هل برشلونة بيشارك أو لا. نعم. لكن ليه أريد أقوله نحن، نحن كخليج وكسعودية، السعودية عندها بوتنشل مش طبيعي بالضبط في تغيير خارطة كرة القدم يعني. في المنطقة كلها. المرحلة اللي قاعد تتوجه لها السعودية مرحلة غير مسبوقة عربي الآن أنت يجب أن تستغل مشاكل الخصوم. صحيح يعني تستغل هاي النقطة وتقدم مقترح أنه أوكي أنا ممكن أسوي لك سوبر ليج صغير. اجمع اربع خمس انديه سعوديه قويه نعم وحتى ممكن بعض الانديه الخليجيه او او الاهلي المشاركه في بالتشامبيونز مثلا الانديه اللي مو مشاركه أه؟ في في الانديه القويه مثلا التاريخيه مثل تشيلسي احنا 11 مو مشاركه بالتشامبيونز ممكن ينضم لا صعب عاد تجيبهم تعرف ليش هم خلوا فكروا في السعوديه كانت مثل ما قلت امريكا واستراليا يروحون نعم. لكن رحلات طويله ترى امريكا واستراليا السعوديه اقرب مم. فهذه فرصة اللي يجب ان احنا نستغلها ونفكر فيها بس انا الغريب بالموضوع كابتن محمد ونحترم مصادرك اكيد كابتن دربت في البرازيل وعندك وكلاء اعمال قد تعرفهم أيضا ناس مقربين من هذه الانديه ولكن ليش ما سمعنا هذا الكلام من دار في الاعلام السعودي؟ ان إمكانية لعب برشلونه آه لا برشلونه دار ما اعرف ليش هو في الاعلام السعودي بس هذا الكلام تسرب في الاعلام العالمي انه نعم بيلعب في عده دول من ضمنها السعوديه كانت الفكره نعم لكن الفكره الثانيه ايوه يعني الفكره الثانيه لا الفكره الثانيه كانت مطروحه لان برشلونه ايضا ترى ما يقدر يطرح هذا الموضوع الإعلام بشكل كبير نعم يعني عندنا مثلا آه كريستينا كوبيرو نعم هذا هذا الموضوع يضعف موقفه مع الويفا وما الى ذلك طبعا طبعا الان ما يمكن يطلع هذه الفكره واضح جميل جدا اذا كان هذا الحديث لكابتن محمد البلوشي عن برشلونه وعن طبعا امكانيه لعبهم في السعوديه. محمد بنتكلم عن موضوع ثاني ومشاكل يعني اوروبا لا تخلو من المشاكل هذه الايام، <applause> نتكلم عن يوفنتوس وقضيه اللي طلعت عن أليجري وكييزا ودي ماريا وفلافوفيتش، تكلمنا عن هذه القضيه باختصار قبل لا نختم. <صف> شوف محمد انا على عجاله يعني نعم. يعني كان في مطالبات احنا نشوف حتى لليوم منتشر هاشتاغ اليغري اوت. نعم. انا بالنسبه لي بصراحه مع احترامي لجميع الاعلاميين اللاعبين السابقين الجمهور الجماهير نعم. في هذه المطالبات ما كنت بصراحه ان ان يعني اطالب معاهم او ان اكون معترض رغم عدم رضاي يعني على ما يقدم في هذا الموسم لكن لما تصل مرحله ان المشاكل تصل مع نجوم الفريق او اللاعبين السوبر ستار اللي تملكهم نعم. مثل فلاهوفيتش دي ماريا كيزا لا انا اشوف انه خلاص المرحله والصفحه هذه لازم تطوى نعم بسبب ان ان يعني غالبا احنا نقول ان احنا مع احنا مع المدرب ضد اللاعبين في جميع الاماكن وفي جميع الاوقات، احنا مع المدرب ضد اللاعبين، لكن لما يكون موسمك سيء والمشاكل كثرت وما قدرت تستفيد من اكبر كم اللاعبين هبوط كبير في حاد و لمستويات اللاعبين وفي النهايه تطلع ان في تصادم كذلك مع لاعبين كثر ومن ضمنهم ابرز اللاعبين اللي تملكهم لا ويبحثون يقول لك احنا لازم نراجع المشروع من جديد مع اداره النادي هذا معناته ان انت وصلت لمرحله يعني مرحلة النهاية مرحلة و... الله رجع اي ف... انت حلك تجيب لك أنطونيو كونتي مرة ثانية <applause> ف... فلا... فلازم خلاص انت تست... تتفق مع هذا الكلام انتونيو كونتي مرة ثانية انا ما اتمنى ايطاليين خلاص تعبنا من الايطاليين <applause> <applause> زيزو زين الدين زيدان اكيد انه خيار جدا ممتاز يعني طبعا زين الدين زيدان وكان لاعب اليوفي يعني عنده دي ان اي ممتاز كلام جميل لما نتحدث عن نابولي اللي تاخر حسمه للقب الدوري بعد خسارته وايضا والانتر يعني تعادل او تعادله نعم والانتر اللي هزم لاتسيو في مباراه كانت جميله ودراماتيكيه نابولي لاتسيو خليفه آه آه نابو نابولي فيك نابولي <applause> آه نابولي, <applause> <نادل> <applause> آه نابولي آه كان عنده اساسه في ان الانتر لاتسيو تعثر يعني على اساس انه كان خايف من لاتسيو فرق مليون فكان عنده على اساسا بالخساره الاجواء كانت في ملعب دياجر ماندي ماردونا خرافيه الجمهور كان الملعب فل اللاعبين كان فل حماس لكن الامانه سنه خطف هدف يعني على حين غفله على قولتهم حاولوا انه يسجلون الهدف الثاني لكن كان دفاع مستميت جدا من سنه بالمقابل هو مساله الحسم كانوا يبي حريصين انهم يحسمون الدوري في في ملعب ديجر ماندي مارادونا لان الحين الحسم تقريبا 90% خلاص راح تكون في الجوله القادمه خارج ارضهم. لكن الصراع محمد الحقيقي في الكاتشب على, على مقاعد الابطال لما تتكلم عن لاتسيو تتكلم عن الانت... لاتسيو 61 نقطه اليوفي 59 تتكلم عن الانتر وميلان وروما كلهم 57 نعم وتحتهم 55 اتلانتا صراع يعني صراع كبير آه جدا قبل قبل لا ينتهي الموسم في ست مباريات صراحه يعني صراع عظيم جدا والصراع الاخر ايضا في بطوله الشامبيونز ليج بين انتر وميلان تتكلم حتى عن روما اللي عندها ايضا استحقاق في بطوله اليورو ليج نصف النهائي ضد ليفركوزن فتتكلم يعني صعب جدا تتوقع وتتكهن توقعاتك المتاهلين انا والله صراحه محمد اشوف ان مورينيو راح يكون حدث جدا يتاهل لان بالنهايه مورينيو عنده فرصه باليوروبا صح ولكن شبيله موجود يعني هذا <applause> يعني اليوفي شوف حتى اليوفي يعني اليوفي هو اخذها مع امري وغير امري هذا المشكله <applause> نعم يعني حتى اليوفي يعني الامانه انا على ظروف اللي قاعد اشوفها حاليا اشوف ان اشبيليا ممكن يفوز على اليوفي لكن روما مع مورينيو يعني اشوف التركيز على مساله المقعد الرابع او الثالث الدولي نعم. افضل من فرصه اليولي الله يسامح هاري ماغوير المفروض نص <applause> النهائي <applause> ما كابتن محمد كابتن محمد انت ما شاء الله تبارك الله دربت في البرازيل طبعا في سبريتو سانتو وايضا دربت نادي النصر وايضا منتخب شباب اليمن حاليا يعني وين الخطوه القادمه كابتن محمد؟ حاليا انا نشتغل على مشروع توثيقي لكاس العالم بطريقه مختلفه تماما اللي نسوي مسلسل كرتوني يحكي تفاصيل واسرار ما احد حكاها ابدا يعني ارشيف 16 سنه التقيت فيه مع لاعبين ونجوم سابقين كانوا يلعبوا كاس العالم انت ابتعدت عن الميدان رحت اي بس هذا ايضا كره قدم صحيح انا ادور ادور حول كره قدم يا سلام يعني ما اي شيء اسويه ما تبعد عن هذا ضمن الاطار وجالسين نسويه ان شاء الله مع لجنه المشاريع والارث ان شاء الله يعني يتحقق المشروع الحين نعم وبوثق البطوله بطريقه مختلفه من رؤيه زاويه ابدا ما نوقشت نعم بيحكي اسرار ما قيلت قبل يا سلام إيه مثل ما قلت لك 16 سنه ارشيف رحت زرت اتحادات إيه شفت مباريات مسجله بالسينما نعم التقيت إيه بحراس كانوا في الملاعب جالسين يا سلام يعني حمستنا جالب يا إنساني حمستنا متى يفصل النور يعني؟ والله نحن الحين نتمنى يكون شهر 11 ما شاء الله ممتاز قريب مو بعيد آه الخطوه التدريبيه القادمه حاليا مشغولين بهذا ما نعرف ايش نسوي وايضا درش... في مجال درب تع... بعمان بعمان صعب شويه صعب 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 شو السبب؟ بس يعني نبتعد شويه <تصفيق> <تصفيق> جميل جدا <applause> شكرا للكابتن <applause> محمد البلوشي اللي شرفنا ونورنا في تلفزيون دوله الكويت عبر برنامج صوت الدماني. شكرا كابتن شكرا طول <applause> بعمرك شكرا محمد راشد وايضا خليفه الفضلي والشكر موصول لكم متابعينا الكرام أيضًا نشكر طبعا الاخوه في غرفه الكنترول على راسهم مخرجنا عبد اللطيف رمضان ومن الاعداد نديم سليمان على امل ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه فمان الله